الماء مصدر الحياة وسر وجودها، وحيثما وجد توجد الحياة. فعند منابع المياه وعلى ضفاف الأنهار استقر الإنسان وأقام حضارته وعمرانه، وهو العنصر الأساسي في تكوين الإنسان وسائر الكائنات الحية، وله فوائد للجسم لا تحصى. لذلك ارتبط اسمه بالحياة وبالصحة والهناء، وأصبح أهم سلعة على الأرض لا يمكن الاستغناء عنها، وأصبح توفيره ضرورة ملحة في كل زمان ومكان. ومن هذا المنطلق قامت مجموعة الذياب بإنشاء المصنع الوطني للمياه الصحية، مياه هنا. ونظراً لموقع منطقة القصيم المتميزة بأجوائها الصحية وخصوبة أراضيها الزراعية ووفرة المياه الجوفية النقية في باطنها، فقد تم اختيار موقع المصنع فيها. لقد تم افتتاح المصنع منذ حوالي 30 عاماً، وهو اليوم يعد من أكبر مصانع المياه في الشرق الأوسط، حيث يضم 7 خطوط إنتاج يتبعها أكثر من 10 مكائن لتصنيع العبوات وأغطيتها، مزودة بالتقنيات الحديثة من قبل شركات أوروبية لها اسمها التجاري العريق عالمياً. ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية قدرها 100,000 عبوة في الساعة. يقوم المصنع بإنتاج القوارير الخاصة بمياه هنا على اختلاف أشكالها وأحجامها، بما يضمن تحقيق شروط الجودة للقوارير وسلامتها للاستخدام. وتتم عمليات التصنيع في درجة حرارة تصل إلى 110 درجات مئوية، ويتم عندها تعقيم العبوة لتجهيزها لمرحلة التعبئة. إن مياه هنا التي تشتريها من الأسواق تمر ب7 مراحل تحلية هامة قبل وصولها إلى يديك. تبدأ عند سحب المياه من الآبار إلى المضخات عبر أنابيب ستانلس ستيل المقاومة للصدى، مروراً بعمليات التعقيم والتنقية من الجزئيات والرواسب وتعديل مستوى الأملاح، وانتهاءً بحقنها بمادة الأوزون. وتتم خلال عمليات تحلية المياه هذه اختبارات مراقبة الجودة، وذلك بفحص عينات من المياه في مختلف مراحل الإنتاج بشكل منتظم كل 15 دقيقة. تمر العبوات بجهاز اختبار أوتوماتيكي يقوم بفصل العبوات الغير مطابقة للمواصفات وإخراجها من خط الإنتاج، بينما تصل العبوات السليمة إلى مرحلة الإنتاج النهائية وتغليفها في صناديق كرتونية. تنقل صناديق عبوات مياه هنا إلى مستودعات التخزين بواسطة ناقلات خاصة ومجهزة لهذا الغرض. كما يتولى فريق التوزيع لدينا توصيل الشحنات إلى مراكز التسويق المختلفة لنضمن وصول المياه إلى يديك كما هي، طبيعية عذبة ونقية. مياه هنا نقية لانتعاش أكيد.